بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. وأنتم تعلمون العلم خطير، لو فعل الإنسان معصية دون علم فتاب، تاب الله عليه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. إذن فعل المعصية عن جهل، عن جهل تغفر، لكن عن علم هذا أمر خطير. وعلى كل فباب التوبة مفتوح لمن يعلم ومن لا يعلم إلى قيام الساعة، بشرط أن ترد الحقوق إلى أصحابها. فإذا أراد المرتشي أن يتوب يرجع كل الأموال التي أخذها إلى أصحابها، يرجعها مرة أخرى كالمرابي. فالمرابي أيضا يستطيع أن يتوب إذا أرجع الأموال إلى أصحابها. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذن فعل القبيح عن علم يؤدي إلى مضاعفة العقوبة. ثم قال بعد ذلك سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسألونك عن الأهلة، القمر يظهر بأشكال مختلفة في أول الشهر وفي ربع الشهر وفي وسط الشهر، فتجد في الأول خيطا رفيعا ثم بعد ذلك يصير هلالا ثم بعد ذلك يصير ربيعا ثم بعد ذلك يصير بدرا، وبعد هذا يعود مرة أخرى إلى الانحدار. فالبدر يتحول إلى ربيع ثم إلى هلال ثم إلى خيط ثم إلى المحاق. وهذا له أسباب عرفها العلماء مؤخرا عرفوها، لكن في العهود القديمة لم يكونوا يعرفونها. فهو معروف أن الأرض بتقع بين القمر وبين الشمس، الأرض تدور حول نفسها دورة كل 24 ساعة، كل 24 ساعة تدور حول نفسها، والقمر نفسه يدور أيضا حول نفسه ويدور حول الأرض. الأرض وهي كرة تدور، إذن هناك وجه مقابل للقمر ووجه لا يقابل القمر في الجهة الأخرى. الشمس مسلطة على القمر، والقمر كالمرآة يعكس الأنوار، فالنور ينعكس على سطح الأرض المواجه للقمر. فإذا استدارت الأرض وهي تدور فإن الجزء الذي كان منيرا يظلم، أو تطلع عليه الشمس يشرق تشرق عليه الشمس، وبعد ذلك ينتقل إلى ليل إلى ليل إذا ما واجه القمر. كل جانب من جوانب الأرض يواجه القمر يصبح ليلا، والوجه المقابل للشمس يصبح نهارا، الوجه المقابل للشمس نهار، إنما يدور الوجه إلى القمر يصبح هنا ليل ويصبح هناك نهار، وهكذا يتبادل الليل والنهار. لكن في الأزمان القديمة لم يكن يعرف ذلك. فبعض العرب يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يظهر القمر في أول الشهر كذا، ثم يتحول ثم يصير المحاق. طب الرسول ليس عالما بالفلك، إنما هو داعية للإسلام، ولذلك نحن نقول القرآن كتاب هداية، يعني لم ينزل ككتاب جغرافيا،
أو تاريخ، إنما هو كتاب لحدود الله ولمبادئ الحق وبيان الحق وبيان الباطل، ولا شأن له بهذا. ولذلك لا يصح طبعا في القرآن أنك تفسر القرآن في كل مجال تفسيرا علميا فبعض الآيات قد تخضع للتفسير العلمي وبعض الآيات لا تخضع فلا يجوز إخضاع كل القرآن للعلم. القرآن هو كتاب هداية قبل أن يكون كتاب علم. نعم هو لا يتعارض مع العلم، وفيه آيات ترشد إلى العلم وتستخلص منها نظريات علمية، لكن كثير من الآيات لا يخضع لهذا المقياس. فهم سيسألون الرسول عليه الصلاة والسلام يريدون أن يبين لهم السبب، وهو لم يكن فلكيا حتى، إنما هو جاء ليبين الحكمة من القمر، الحكمة من تحول القمر من خيط إلى هلال إلى ربيع إلى بدر. الحكمة أن نعرف المواقيت، نعرف مواقيت الشهر، فنحن نعلم أننا في اليوم الأول من الشهر، في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، في اليوم الرابع. فإذا جاءت الليلة الرابعة عشرة كان القمر بدرا، ثم بعد الليلة الرابعة عشرة يبدأ في الانحدار، في الخامسة عشرة والسادسة عشرة وهكذا، فنعرف منه عدد الأيام، ونعرف من عدد الأيام عدد الشهور، ونعرف من عدد الشهور عدد السنين. فهي مواقيت للناس توقت لهم كل أمورهم، توقت العبادة، العبادة توقت بهذا اليوم، الشمس بطريقة معينة تشرق في الصباح، ثم بعد ذلك تتحول إلى زقت الظهيرة في كبد السماء، ثم بعد ذلك تنحدر إلى الغروب. كل هذا يؤدي إلى بيان صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، فنتبين العبادة. ثم نتبين الصيام، فالصيام محدد بظهور الشمس وظهور ووجود الليل. فإذا هذه الكواكب لها حكم في خلقها، والقرآن يقول إنها مواقيت للناس ومواقيت للحج، لبيان أيام الحج وشهور الحج تعرفها عن طريق الأهلة. طبعا نحن نقول الحج أشهر معلومات كما يقول القرآن الكريم، الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة. فحينما تأتي هذه الشهور يشرع الحج، إذن لا يصح الحج إلا في هذه الشهور التي حددها القرآن الكريم. إذن كل هذا عن بيان هذه الأجرام السماوية من الشمس والقمر والكواكب، خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمة بيان الأزمنة، بيان المواقيت، مواقيت للناس والحج. كأن القرآن أراد أن يوجه العرب، فالعرب يسألونه عن الأهلة كيف يكون القمر كذا وكذا وكذا، فقال لهم هذا السؤال لا ينبغي أن يكون، يعني سؤال في غير محله. طب كيف نسأل؟ تسأل عن حكمة وجود القمر وحكمة تدرجه، فلو سألت عن الحكمة لكان أحسن. ولذلك جاء الجواب عن الحكمة ولم يجئ ببيان أن الأرض تدور وأن القمر يدور، لا لم يأتي. يبقى كأن أحيانا كان العرب يسألون أسئلة لا تليق، فيوجههم القرآن إلى السؤال الذي كان ينبغي أن يكون. فكان ينبغي عليكم بدلا أن تسألوا عن الأهلة أن تسألوا عن حكمتها، مثل مثلا في آية أخرى يسألونك ماذا ينفقون. يأتي بعض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له يعني أنفق قمحا أو أنفق شعيرا أو أنفق خبزا، فقال لهم يعني هذا السؤال لا يليق، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني ما يصح منكم هذا السؤال، إنما كنت تسأل لمن أعطي النفقة، على من أنفق، هذا هو السؤال. إنما تسأل قمحا أو كذا أو كذا، أنفق من أي شيء، هذا سؤال ليس في محله. فإذن القرآن عدل لهم من سلوكهم، ولذلك ارتقى القرآن بالعرب، ارتقى بهم من حضيض الجاهلية إلى سمو الإسلام ورفعته، وعلمهم
علمهم من عند الله سبحانه وتعالى. إذن كأن السؤال يسألونك عن الأهلة سؤال لا يليق، وإنما السؤال الذي يليق ما حكمة ظهور الهلال بالصور التي نراها، ما حكمة؟ ولذلك جاء الجواب عن الحكمة ولم يجئ عن كيفية حصول هذه المراحل، فلم يجئ الحديث عنها. إذن تفهم أنت أن الإجابة إجابة عن سؤال آخر، فهي ليست إجابة على السؤال، وهم يريدون أن يسألوا كيف يظهر. نقول هذا لم يظهر إلا في القرن العشرين، مسألة الفلك وعلم الفلك ودوران الأرض ولم يكن العلماء يعلمون أن الأرض تدور ولا أنها كروية ولا أنها كذا، ثم أدركوا بعد ذلك. حتى إن العلماء حينما قالوا إن الأرض كروية كانوا في أوروبا يقتلون العلماء، لأن الموجود في التوراة وفي الإنجيل الأرض ليست كروية والأرض ثابتة في الإنجيل مكتوبة. طبعا هذا ليس من عند الله، إنما هذا من تحريفاتهم التي أدخلوها. ففي عصر الجهالة غيروا وقالوا الأرض مسطحة، الأرض لا تتحرك، فظهر أن الأرض تتحرك واكتشف العلماء أنها تتحرك، فقال العلماء في أوروبا الأرض تتحرك، فكانوا يأتون القسس يأتون بهم ويأمرون بقتلهم. إذن هذا من الجهل، لكن الواقع أن القرآن والحمد لله هو كتاب من عند الله، لأن كل ما فيه صحيح، ولم يثبت العلم خطأ فكرة قرآنية مطلقا، دليل على أنه لم يعتره التحريف أو تغيير، إنما هذه الكتب حرفت. فأنت لا تدعي أن ما في التوراة وما في الإنجيل من أن الأرض مسطحة والأرض لا تتحرك من عند الله، لا، ده إنما هو مما حرفوه ومما غيروه، حتى غيروا القبائل، يعني أخرجوا بعض الشعوب من الساميين وأدخلوا بعض الشعوب فيهم على حسب من هم معهم أدخلوهم، ومن هم ليسوا معهم أخرجوهم، وهكذا كانت الأهواء تلعب دورا مهما على يد الأحبار وعلى يد علماء بني إسرائيل. علماء بني إسرائيل حرفوا وبدلوا، والعوام يأخذون عن العلماء ما يقولون وفقط ولا يفكرون في شيء. يبقى إذن كأني يسألونك عن الأهلة هذا سؤال والجواب عن سؤال آخر، يعني كنتم تسألون عن حكمة هذه الأهلة، فنقول لكم إنها لتوقت الأيام والسنين والشهور. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، لهذا انتقال إلى موضوع آخر. كان العرب قبل الإسلام في نظامهم كانوا يحجون إلى البيت، كان العرب يحجون، وكان في طريقتهم في الحج أنه إذا أحرم بالحج على طريقتهم على الطريقة الجاهلية وأراد أن يدخل البيت بيته لا يدخل من الباب، إنما يدخل من خلف الباب من السطح، فيصعد إلى فوق السطح وينزل إلى الباب. طب لماذا لا تدخل من الباب؟ يقول لك تقليد عندهم، أنهم يدخلون البيوت من ظهورها ولا يدخلونها من أبوابها. في الخيمة العربي ينصب خيمة، فكان يدخل من هذا الباب، إذا أحرم لا يدخل من هنا، يدخل من خلف الخيمة. فربنا قال لهم ليس، ويظنون أن هذا طاعة لله، يقول نحن نفعله طاعة لله، فلا ندخل الباب بعد الإحرام، لا ندخل من الباب، وإنما ندخل يا من السطح يا من خلف البيت برا. فقال لهم القرآن هذا ليس برا. طب ما مناسبة هذا لذاك؟ قال هي المناسبة موجودة، المناسبة قائمة، وهي أن الأهلة مواقيت للناس والحج، فكأنه أتى بسيرة الحج في الموضوع. إذن قال لهم يعني هي مواقيت للناس والحج، بدل أن تسألوا هذه الأسئلة السخيفة فابحثوا عن حالكم أنتم، لا أنتم تأتون البيوت من الظهور ولا تأتونها من حينما تحجون، ما عملكم هذا؟ عملكم هذا فاسد. يبقى كأنه يقبح
سؤالهم عن الأهلة من ناحية ويقبح فعلهم، يقول لهم فعل الله ذو حكمة، الله سبحانه وتعالى حكيم فيما يفعل، أما أنتم فانظروا إلى أعمالكم، تدخلون البيوت من الظهور ولا تدخلونها بالأبواب، هذا يحدث من عاقل. إذن هو يحاول أن يوبخهم على ما يفعلون وأن يقول لهم إن فعل الله له حكمة وإن أفعالكم لا حكمة لها، فتكون المناسبة قائمة. يبقى لو سأل سائل ما الذي أتى بمسألة دخول البيوت من ظهورها في مناسبة السؤال عن الأهلة، نقول لأنه يريد أن يثبت أن ما يفعله الله له حكمة، أما ما يفعلونه هم فلا حكمة له، وضرب لهم مثلا بعدم حكمتهم، فمن عدم حكمتكم أنكم تدخلون البيوت من الظهور، وهذا أمر لا يجوز ولا يليق، وتزعمون أنه من البر ومن التقوى، وهذا ليس من التقوى في شيء، ولكن البر من اتقى. البر هو تقوى الله وهو طاعة الله وهو الرجوع إلى الله، لكن ليس بمسألة أن تترك الباب وتدخل من الخلف، لا، وأتوا البيوت من أبوابها، هذا هو الصواب. ثم أخذت كلمة وأتوا البيوت من أبوابها، هذا الجزء من الآية أخذ على معنى عام، عليك أن تأتي أي أمر من بابه، أي أمر تريد أن تأتي إلى الوضوء، تأتي إلى مكان الطهارة وإلى مكان الماء وتتوضأ، هذا من الباب، تلبس النظيف لكي تدخل إلى الصلاة، إلى الصلاة تقف معتدل القبلة، لكن لو واحد بقى يتوضأ مثلا في الشارع ولا يتوضأ في مكان قذر، هذا لا يجوز، لا يجوز. كذلك أنت تعامل الناس، عاملهم بحسب ما يليق، بحسب ما يليق، تكلمه، توجهه، تأخذ بيده، لكن لا تجابهه بالباطل، لا تعنفه، لا تشتمه، لا تحقره، لا تحقر الناس، احترم الناس. إذن كأن وأتوا البيوت من أبوابها دي كلمة عامة، كلمة عامة، كما كانت حديثا عن دخولهم الأبواب من الخلف وهم يريدون الحج هي مثل، أصبحت مثلا يضرب، يضرب لأخذ الأمور من وجهها الصحيح. تريد أن تذاكر، تذاكر تعتدل، تريد أن تقرأ القرآن تجلس معتدلا، تجلس متوضئا، متوضئا، حتى إذا جاءتك آية سجدة تسجد، حتى إذا وضعت يدك على المصحف يجوز، إنما واحد يأتي من غير وضوء ويقرأ القرآن مفروض أنه لا يمس المصحف ولا يضع يده عليه، طب أتت آية سجدة فماذا يصنع؟ لن يسجد، يخالف السنة. ائتوا البيوت من أبوابها، يعني أنا إذا أردت أن أقرأ القرآن أستعد وأكون بملابسي، واحد يجلس عريانا شبه عار بملابس الداخلية ويقول لك أنا جالس في البيت ويقرأ قرآنا، نقول فين احترام، أين احترام القرآن، أين احترام القرآن؟ البس، لأنك مع الله، تكلم الله، ائتوا البيوت من أبوابها. الإمام مالك كان إذا أراد أن يخرج إلى الدرس الحديث كان يتوضأ ويتطيب ويلبس أحسن الثياب، أحسن الثياب استعدادا لشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن الحمد لله في مجالس العلم لا نجلس إلا على وضوء، إلا على وضوء، فهكذا يكون الأمر احتراما وتقديرا. وأتوا البيوت من أبوابها، كل أمر تأتيه من بابه فهو صحيح، كل تصرف سليم في الإسلام يدعو إليه، كل تصرف لا يليق الإسلام ينهى عنه. وإذا كنت قد تأتي إلى واحد سلك مسلكا غير لطيف وتقول له ائتوا البيوت من أبوابها، يعني ما هكذا يليق أن تأتي بهذا المدخل، هذا المدخل ضار ولا يصح أن يكون، فأتي من الباب. إذن ائتوا البيوت من أبوابها لها وجهان، الوجه الأول أنها موجهة إلى هؤلاء الذين كانوا يحرمون بالحج ولا يدخلون من الأبواب وإنما يدخلون من الظهور، ويمكن أن تكون لكل من يفعل فعلا مخالفا، مخالفا لما يليق من الآداب ومن القيم ومن الأحكام. انظر إلى عظمة القرآن، إنه عظيم،
وأتوا البيوت من أبوابها. يعلم، معلم للأخلاق، معلم للقيم. ولذلك نحن نقول هذا الكتاب لا تصلح هذه الأمة، لا يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها، بالرجوع إلى هذا الكتاب. إذا رجعوا إلى هذا الكتاب علمهم وجعلهم مستقيمين، تركوا العمل به فقدوا كل شيء. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن التقوى ليست في الشكل وإنما في الجوهر وفي المضمون، ليست في الشكل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قاتلوا في سبيل الله، دعوة إلى الجهاد، لا بد من الجهاد. إذا لم يجاهد المسلمون أعداءهم غلبوهم على ديارهم. وحينما ضاعت فضيلة الجهاد وفريضة الجهاد سلمت أراضي المسلمين، المسجد الأقصى يرزح تحت الاحتلال من غياب فريضة الجهاد، فهي فريضة غائبة غائبة. والجهاد أنواع، كما يكون بالسلاح يكون بغيره. يعني أنت قد تحتاج إلى جهاد، إلى جهاد بمنع مساعدتك لعدوك، تمنع عنه المساعدة. يعني مثلا يأخذ منك البترول لا تعطيه، لا تعطي البترول لأنه سالب لحقك، تقول أرجع لي حقي وأنا أعطيك. والملك فيصل في حرب 73 طبعا قطع البترول عن أوروبا وأمريكا، حينما كانت إسرائيل تحتل بعض الأراضي العربية فقطع البترول عنه. فجاءوا بالصلح بعد ذلك، جاءوا بالصلح. إذن الجهاد له مقدمات كثيرة، لكن المسلمين لا يفعلون هذه المقدمات، فيتعاملون مع أعدائهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ولكن المسلمين الآن يلقون بالمودة إلى الكفار. لا مانع من أهل الذمة أن نعاشرهم معاشرة طيبة، لكن لا يسلب مالي ولا يحتل أرضي. فإذا ما احتل أرضي كان عدوا، كان عدوا. إنما رجل مسالم أعالمه وأعامله معاملة المسالمين. أهل ذمة، أهل ذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، بشرط ألا تعتدي علي وألا تستولي على حق من حقوق. استولى على حق من الحقوق إذن أصبح معتديا، لا يجوز لي أن أعامله، أصبح عدوا أقاتله. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يقاتلونكم طبعا. هذا في أصل نزول الآيات في المشركين الذين كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشركوا مكة يقاتلون رسول الله. قاتلوه، قاتلوه في عقر داره، ذهبوا إليه في المدينة وقاتلوه في بدر وفي المدينة وعند أحد غزوات. إذن هؤلاء يحل قتالهم، لأنه اعتدى علي في عقر داري فلي حق الدفاع، أن أدافع. فالقتال في الإسلام دفاع، دفاع عن النفس، دفاع عن العرض، دفاع عن الأرض الوطن. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. والوطن عرض، الوطن عرض ومال. فإذا قاتلوا في الأصل كانت لرد عدوان المشركين على المسلمين، فأذن لهم في القتال أن يقاتلوهم. كما قاتلوهم وكما طردوهم من ديارهم لهم حق أن يعودوا إليهم مقاتلين. وقد عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرة التي كان قد نوى إياها، نوى العمرة، وجاء متجها إلى مكة ومعه الهدي هو وأصحابه، فمنعوهم، منعهم المشركون أن يدخلوا مكة. فجلس عند الحديبية، عند الحديبية، وأرسل إلى قريش، وقريش قالت لا لن تدخل.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن يرجع هذا العام وأن يعود في العام القادم، واتفق معهم على أن يخلو له مكة 3 أيام. فمع ذلك المسلمون كانوا متخوفين، قالوا نحن ربما ندخل إلى مكة فيهاجموننا ويضربوننا ويقتلوننا، وهذا كان في الأشهر الحرم. يعني طبعا العمرة كانت عادة في شهر ذي القعدة، فطبعا هو جاء في ذي القعدة ومنعوه فرجع، سيأتي أيضا في ذي القعدة مرة أخرى في العام القادم. فظن المسلمون أن الكفار سيقاتلونهم، وأنهم يعلمون أن القتال في الأشهر الحرم حرام، والقتال عند المسجد الحرام حرام. فربنا سبحانه وتعالى قال لهم لا تخافوا، اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. يعني هم لم يراعوا حرمة، المشركون لم يراعوا حرمة، فمنعوكم من دخول مكة لأداء العمرة في الأشهر الحرم، وهذا كان لا يجوز، فقاتلوهم. يعني هم هتكوا الحرمة فلكم أن تهتكوا الحرمة أيضا. ولذلك الإسلام هو دين أخذ الحقوق وليس دين التنازل عن الحق. يعني لا يقول الإسلام مثل من ضربك على خدك الأيمن فآمن له خدك الأيسر، لا لا، جزاء سيئة سيئة مثلها، ضربك اضربه ضربة بضربة، قاتلك قاتله، منع حقك امنع عنه شيئا آخر. عزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المسلمين الآن متخاذلون كما نعلم، متخاذلون غاية التخاذل.